السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة جريد 3، أهلا بكم مع بارت 2 من ديسكفر مع مس مروة فيد. كنا أخذنا البارت اللي فات أو الحلقة اللي فاتت، كنا أخذنا أول درس خالص اتكلمنا فيه عن اللايف سكيلز وخدنا فيها اكزامبل ليها، وعرفنا أن اكزامبل ليها هي الكولوبريشن والكوميونيكيشن، خدنا كمان كريتيكال ثينكينج سيلف مانجمنت. النهارده يا جماعه هنتعرف على الريدلز. ريدلز اللي هي الالغاز. ايه هي الالغاز؟ ار بازل لايك اكويشنز، هي كده زي لعبه فيها عباره عن اسئله زي الاسئله. وي يوز كريتيكال ثينكينج، بنستخدم فيها اللايف سكيل اللي هي كريتيكال ثينكينج ليه؟ تو سولف ذم، علشان احل اللغز ده. طبعا اللغز ده يعني فزوره، هي الغاز تشبه الاسئله نستخدمها نستخدم فيها التفكير المنطقي علشان نقدر نحلها. طبعا اداني هو مثال وقال لك هو اماي، انا مين؟ اي ام ا نمبر لزانتن، انا رقم اقل من 10. When we add me three times، لما تضيفني على بعض كده ثلاث مرات، I will get 15، هديك 15. طبعا هقعد كده انا بقى اخد المعطيات اللي عندي دي واقعد افكر، يعني use critical thinking عشان اقدر اجاوب على الاسئلة اللي جاية. This number may be found between، يا ترى الرقم ده ممكن يبقى موجود بين 129 10 to 15 15 to 20. طب هو قال لي I am number less than 10، اقل من 10، يعني ممكن يكون 1 2 3 4 5 6 7 8 or 9. تمام، يبقى هو اول واحدة خالص اللي هي ايه؟ اللي هي من 1 2 9، هختار دي. if you add لو انت if you add it اضفته 3 times it will make 15. طيب ايه هنا لو انا ضفت، لو قلنا 3 plus 3 plus 3، طب دي 9، و 4 plus 4 plus 4 دي هتبقى 12، 5 plus 5 plus 5 هي دي هتبقى 15. so لذلك فان النمبر ده هو 5. تمام، طب يا ترى الاستراتيجي of critical thinking you used to solve this riddle، يا ترى الcritical thinking اللي استخدمناها او الاستراتيجي اللي استخدمناها علشان نحل البروبلم ده كانت ايه؟ يا ترى read and write، قراية وكتابة، look for all the possible answers، افكر في كل الاجابات المنطقية، ولا talk and listen، طبعا look for all possible answers. اوكي، شوف اللي بعده، فزورة تانية. I am a measuring unit، أنا وحدة قياس. I can measure the length of object، بقيس اللينث بتاع الأوبجكت، طول الأوبجكت. I am used to measure the length of paper clips، وبستخدم في قياس طول دبوس الورق اللي هو الصغنون. هستخدم الكريتيكال ثينكينج. The length measuring unit are، طب انا بستخدم في قياس اللينس حاجتين يا جماعة، حاجتين بستخدمهم في اليونتس اللينس، يونتس اوف لينس، يونتس ميجر لينس، هما سنتيمتر للحاجات اللي سمول لينس، حاجات صغيرة، اند متر للحاجات اللارج لينس. يبقى بستخدم هنا عندي هستخدم السنتيمتر اند متر. طبعا الكيلوغرام ده وحدة قياس الماس. هنا the unit of use to measure the length of paper clips، البيبر كليبس بقى هستخدم له متر؟ لا، ده دبوس صغنون خالص، ايوه سنتيمتر. the strategy of critical thinking used to solve the riddles، الاستراتيجيه اللي استخدمناها علشان نحل اللغز ده كانت ايه؟ كانت remember what you have studied before، يا ترى احنا كنا درسنا ايه قبل كده. بعد كده يا جماعة عندي ليسون 3، وده بيتكلم عن run and jump، ده جميل جدا جدا بقى. طبعا انا عندي the key of problem solving، مفتاح حل كل المشكلات بيكمن في ايه؟ بيكمن في collect data، جمع البيانات، and organize them، وتنظيمها. عندك هنا مثلا الاكتيفيتي ده،
A teacher asked her 20 students about their favorite sports. She found that 6 students like football, 4 students like swimming, 4 students like volleyball, 3 students like basketball, 2 students like tennis, and 1 student like rowing. طبعا انا هنا هجمع، طبعا المساله عندي دي مكتوبه بطريقه التكست، طريقه نصيه، لكن انا هعبر عنها وترجمها باسلوب افضل من كده، ان انا هفرغها بقى، هعمل اورجانيز للداتا، وبعد هجمع الداتا واعمل لها اورجانيز جوه التيبل ده. الفوتبول قال لي ان الفوتبول 6 ستودنت، عشان كده هو شاور لي على 6. سويمنج السباحه كان 4 ستودنت، يبقى هعمل على 4. فين 4؟ ايوه اول واحده دي. تمام. فولي بول، فولي بول ارجع للقطعه، فولي بول 4 برضو. تمام. طيب باسكت بول، باسكت بول 3 اهي. طيب اوكي، 2 ستودنت لايك تنس، تنس تنس 2 اهي. طيب اخر حاجه ذا لاست 1 اند 1 ستودنت لايك روينج، 1 لايك روينج. يبقى انا كده يا جماعه بمنتهى السهوله لما ابص على التيبل ده اعرف ايه، احل البروبلم، المشكله الموجوده قدامي. بروبلم يعني مشكله، يعني مشكله حسابيه في الموضع ده. البروبلم بتبقى المساله اللفظيه دي بتسمى بروبلم. علشان احلها محتاجه كولكت داتا، اجمع البيانات، اند اورجانيز ات، وانظمها. نفس القصه هنا، 10 اسلتس 10 لاعبين، والرننج ان سبيس بيجروا في حلبة سباق فور 600 meters. اسلتس نمبر 5، الاسلت نمبر 5 لايف نمبر 5 فينيش ذا ريس انتو 10 مينتس، انهى السباق في دقيقتين. اسلتس نمبر 1 و 7 و 8 فينيش ذا ريس افتر 3 مينتس، نمبر 2 و 3 و 6 و 9 و 10 فينيش ذا ريس افتر 4 مينتس، اند فاينلي وفي النهاية اسلتس نمبر 4 اللاعب نمبر 4 ريتشارد وصل للفينش لنهايه السباق افتر 5 مينتس. طبعا تعالى نترجم الكلام دوت في الايه، في الجدول. هنعمل كولكت داتا اند اورجانيز ات، يلا بينا. يا ترى كام لاعب انهى السباق بعد 2 مينتس؟ ايوه لاعب واحد اللي هو كان رقم 5. بعد 3 مينتس اللاعب 7 و1 و8 يبقى 3. ايوه ده. طيب افتر 4 مينت الاسلتس 2 و 3 و 6 و 9 و 10 يبقوا ايه؟ يبقوا 5. تمام 5. طيب افتر 5 مينت بقى نهايه السباق خالص، 1 اللاعب رقم 4 اللي على التيشيرت بتاعه مكتوب 4 هو الوحيد اللي وصل افتر 1 مينت. هو از ذا فاستست اسلتس، مين هو اسرع لاعب؟ اسرع لاعب اللي هو هيبقى 5. تمام. ليه؟ because it finished the race after 2 minutes، لان هو الوحيد اللي انهى السباق في وقت قليل after 2 minutes. طب من يا ترى هو is the slowest، ابطا athletes اللي طبعا هيبقى نمبر 4. ليه نمبر 4؟ because he is finished the race، انهى السباق after 5 minutes، لان هو الوحيد اللي قعد وقت طويل عشان ينهي السباق. When did most the athletes finish the race؟ امتى معظم اللاعبين خلصوا الاسلتس، خلصوا السباق after 4 minutes، بعد 4 minutes معظم اللاعبين، لان كان 5 منهم خلصوا after 4 minutes. طبعا يا جماعه we can quickly communicate data، احنا ممكن نجمع الداتا using graphs باستخدام الاشكال البيانيه to not set the similarities and difference between group، عشان نفرق بين المجموعات. يلا بينا نشوف. عندي يا جماعه اخر حاجه هناخدها النهارده هو lesson 4، there are 4 ways to communicate data، عندي 4 طرق لجمع البيانات. نمبر 1 طريقه التكست، ودي كتابه نصيه، يعني 1 athletes finish the race after 2 minutes، 3 athletes finish after 3 minutes. طبعا الطريقه دي يا جماعه اكتشفوا انها hard to compare، صعب قوي في ان انا اقارن بينها في الشرح، يعني ان انا اقارن بين اللاعبين او اقارن بين المعلومات بطريقه التكست دي، طريقه صعبه hard. طريقه ثانيه هي الجروب دوتس، مجموعات النقاط، ان انا هعمل اللاين
اللاين بتاعي اللاين نمبر، وبعدين هكتب عليه الداتا بتاعتي اللي هو 2 minutes 3 minutes 4 minutes زي التدريب اللي فات 5 minutes، واشوف العدد واعمل بيه دوتس على كل عدد، اعمل بيه دوتس يعني افتر 2 minutes واحد لاعب واحد بس اللي خلص فاعمل دوت واحده، افتر 3 minutes 3 athletes finish the race اقوم عامله ايه 3 دوتس، وهكذا. دي طريقه الجروب دوتس. عندي طريقه ثالثه لاين بلوتس، لاين بلوس اللي انا هو برضو اللاين نمبر، وهحط بقى هعبر عن كل واحد فيهم باكس مش دوت اكس. طبعا برضو وجدوا انها هارد تو كاونت، صعبه في العد، خصوصا لو كانت الاعداد كبيره. طبعا اسهل طريقه هي استخدام البار جراف. البار جراف هو يعتبر من اسهل الحاجات، الاسهل الطرق او الاسهل الويز تو كوميونيكيت داتا، للتوصل للمعلومات اللي هي برسمها عن طريق استخدام البار جراف. طبعا يا جماعه ده تطبيق جميل جدا ليكو، ان احنا عندي هنا طبعا تيبل موجود فيه الفيفوريت سبجكت، هنعبر عنها باستخدام طريقتين، طريقه اللاين بلوتس وطريقه الايه البار جراف. الساينس 9 طبعا انا عندي هنا المكان مش هيكفي لاضافه كل الاكسات، ولكن هنحاول يعني هنا طبعا واحد، طبعا هنعملها 9 اكسات. طبعا المكان عندي هنا مش هيكفي. بالنسبة للأرابيك هعمل 8 1 2 3 4 5 6 7 8. بالنسبة للماس 5 اعمل 5x. بالنسبة للإنجليش 1، وطبعا بالنسبة هنا للساينس 9 اظلل ال 9 كلها، طبعا انت هتتحكم اكتر مني. بالنسبة للأرابيك 8، بالنسبة للماس 5، بالنسبة للإنجليش 1 خلاص. بالنسبة للأرت هو أصلا مجاوبها لي، بيقول لك هنا in your opinion من وجهة نظرك which way of easier of communicate data، أسهل حاجة إيه؟ طبعا ده راجع ليك، بس أنا من وجهة نظري هو البار جراف. بكده أولاد أنا أكود أنهيت درس النهاردة، كده خدنا lesson 1 2 3 and 4. اتمنى يا جماعه ان يكون الديسكفر ماده جميله وجميله جدا بالنسبه لكم، وانتوا حافظينها وعارفينها وفاهمينها. مع تخالص امنياتي بالنجاح والتوفيق. With you Miss Marwa Fahd, science teacher. Thank you and goodbye.